السلام عليكم، واش اخوتي لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. جبرتوني غنعمل واحد الفلوك صغيور. قلت انا خارج نعدي شي فلوك، وما نخرجش في يدي هادي، غنخرج غير التليفون عادي. المهم انا اليوم قايل في الدار، نوض في الصباح مع داك الوحده، نوض المهم شويه الشغل شويه التكسيفه، فطرنا تغدينا نعسنا واحد السيستا، ودابا غادي نعمل واحد باسيو، غنطلع القهوة اللي كنريح فيها دائما، في كانت قهوة دائما يعني بعيدة بواحد اش غنقول لك كيلومتر وشي حاجة، المهم كيلومتر ونص، يعني ما كندخلش للسنتر هنايا، كنخرج بحال خارج من بويبلو. طلعت قهوة تما كنريح كاينة ديالي القهوة ديالي ومكونيكتر وجالس ترانكيلو، ما كندخلش للسنتر، قليل في كندخل، ديما كنمشي حيط حيط كما كيقولوا. المهم بقاو معايا اخوتي، انا نعمل لكم واحد فلوك صغيور ديال في الطريق اللي غنوصل من فين كندوز حتى كنوصل للقهوة. المهم بقاو معايا اخوتي وتبعوا الله. خرج اخوتي، انا نعمل لكم واحد المشهد هنايا في ساكن حومة ديال المغاربة، غنصور لكم فيديو تشوفوا بعينكم. والطريق اللي غندوز منا ها هي الطريق اللي غنمشي منا، هذا كتسمى بحال خارج من بويبلو. المهم غنمشي من تماك، وهي هذاك غنشد الطريق نيشان حتى كنوصل القهوة، غنصوركم في ساكن ومن بعد نكملوا الطريق. يلا نتلاقوا في الزنق. كما كتشوف اخوتي انا في ساكن هنايا، هي الدار اللي ساكن فيها، وهذه الدار خاويه، هذه الدار خاويه ما كاين حد، وهذه حتى هي ما كاين حد. المهم ثلاثه الديار هنايا، في الثالث كلشي شادينا، وفي الطبقه الثالثه كذلك كاين واحد الدار اللي شاده، وهذه شاده اللي قدامي تحت مني هي اللي ساكنه. بالنسبه كاين بنادم هنايا كيدخل الدار بحال هادو كيسكن فيهم، كيبقى ساكن عام، المهم كيبقى ساكن حتى كيبان مولاها، كتلقى دبانكا ولا كتلقى الدار مثلا مولاها عايش في مدينة بعيدة وعندو غير مشدودة، غادي كيجي يقدر يجري عليك، يقدر يخليك على حساب، يقدر يدعيك وتبقى ساكن. المهم كاين بزاف كتوقع إذا أكثر كاين برشا دول هاد القضية هادي. المهم أخوتي أنا غنهود دابا، بقاو معايا، أنا في ساكن وغنخرج من الدار وغنطلع القهوة. المهم نتبعو كلشي بعينكم، السلام عليكم. انا كنسكن في الطبقة الرابعة، هذه الطريقة اللي كتبان لكم شي خاوية، حتى هذه خاوية، لكن هذه ساكنة. مغوي وحسن ها؟ وحسن حسن مالها؟ دابا هذا الفيديو هذا غنعملو غير ها؟ والله خاصك تطلع مخو. أنا عاد نطلعو خاوي دابا بالدروج، نطلعهم خاوي موسيقى، فهمت؟ وصلنا هذا شروط والله الا جينا شحال الضاسونين على الجير. ها محمد قبلتي وقف لي الفيديو، مبغاش يسجل لي الفيديو، انا غنكمل لكم جا العشيه رغم الخدمه، غنضرب واحد الباسيو غنطلعوا القهوه اللي قلت لكم. او خوتي اش غنقول لكم، تبعوا معنا الطريق. كتشوفوا اخوتي احنا طالعين دابا القهوه، في كانت قهوه دائما على حسب، حنا كنشدوا الشمال والمدينه في اليمين. دابا الفيلاج ها هو الفيلاج، خليناه الداخل ما فيش شكل هنايا صح. المهم
عم طلعوا نتقاوى في ديك القهوة في الداخل هاد البويبلو، يعني واحد كيلومتر وشي حاجة، غنقطعو السكة، المهم نقدر ندوزو من تحت ولا من فوق على حسب الطريق كيفاش عاملة. والعشية مغموخة، غنطلعو أنا وياه على حسب، غنطلعو أنا وياه على حسب فهمتي، موالفين كنطلعو باسيو هدايا، كنطلعو نيشان حتى كنتقاوو تما كنريحو تران كيلوس نتقاوو تما. أحسن قهوة عندنا هي اللي كاينة جيت لاطوروش والله العظيم. كنتقاوو الليل. فهمتي تران كيلو هادي. تشرب قهوة ديالك تنزل في حالتك للدار دير شي عشيوة وتنعس غدا تصبح العمل عاوتاني. ما كنهاودوش نص سنتر وفي كاين بوهبوش بزاف راك عارف اش كنبغي نقصد. المهم حنا غنطلعو تبعونا خوتي يلاه. هادي اخوتي المحطة ستاسيون ديال التران، ودابا جبرتونا طالعين. المهم حنا كنقاد فوق طالعين باسيو هنا، كيهودو المغاربة بزاف كيعرفونا كيجيونا كنسجلو دابا قول لهم شحال عندهم حماق ولا كدا. وحنا طالعين وها ستاسيون ديال التران اخوتي، وباقي حنا شادين الكوليط وهاد بويبلو خلينا اللور. المهم الناس كيضربو باسيو هنا فهمت، كانوا الباسيو ديالهم وهادي المهم اغلبيه النصارى كيطلعوا اندندو هادي كيخلف. المهم حتى حنا نعملوا في حالهم فهمتي. يلا خليكم في هاد الساعه. حنا خوتي باقيين شادين الطريق، حنا لين تقريبا في الخارجه هانتوما كتشوفوا هاد الشاليشا، هاد الشاليشا المخزن راهو ما عاملين الكونترول. والله الا المخزن عاملين الكونترول اخوتي، غنجبو دابا واحد الكونترول غنصوروها لكم. هادشي اللي معنيش انا فهمتي، كيعدلو البراجات فهمتي. انا كيعجبني نتلاقى مع المخزن اقسم بالله، اللي كيكونوا عاملين براج كيعجبني نتلاقى معاهم فهمتي، كيغلف عليا الضحك اخوتي. يلا بقاو معنا حنا غنصوروهم لكم. وعاد حنا في الداخل هاد الفيلات كاين واحد البلاكه هنايا كتوري لنا الفيلات كلشي تيروم، كلشي تيروم على اليمين وكلشي. زيزو زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير عن ان يصنف زيدان مع مارادونا وبيليه. ما كتشوف اخوتي جبرنا واحد الكونترول هنا، وقفنا الكاميرا ما بغاوش فهمتي، ما بغاوش يصوروا، ولكن ماشي مشكل حنا فوتناهم وشعلنا التليفون عاوتاني. وهما اصحاب الحال، موخا حتى هو فهمتي كيدوز في وسط منهم عاش الملك ما على بالو حتى حاجه موخا. وخصنا نشوفوهم ما كيبانو لكم شي عقيله ياك، لا تنعاوطوهم كيبانو ولا ما كيبانوش. هما صحاب الحال اخوتي، جبرتونا دابا طالعين نتقهوا حنا ما بقى لنا والو، غنقطعوا واحد السكه ديال التغن وغنكملوا الطريق. وهم مخزن عامل باراج كيطلبوا الكواغات نسحب الطونوبيرات فهمت، يعني داخل هاد البويبلو مع اليوم الحد يعني الجمعه بالليل والسبت بالليل والحد بالليل كيكونوا بنادم في شطا وكذا، وهادي كيعملوا باراجات على حساب عصب الشراب الدروكا ولا كلشي يعني فهمتي. دائما فين دي سيمانه في اسبانيا كتجبر كونترولات في بويبلوس وفي الطرقان فهمتي. دابا هذوك عاملين باراج اللي كيدخل كيوقفوه فهمتي طونوبيل، حتى ماشي اندندو ما كيهضر معاك حتى شي واحد، شي ترانكيلو بشي بواحد ولا جوج الناس ما كاينش اللي يساقسك شحال في الساعه. وانا العشيه راه ماشي مجوج بينا وجبرتونا باقي انا كنقاد فما بقى لنا شي بزاف. وهم مخزن مورانا اخوتي بلا ما نقول لكم. احنا ماشيين اخوتي، كاين بنادم كيدخلوا للخندق كيقولوا عقلو كنصوروا هو فهمت، ولكن ماشي مشكل ما على بالناش ممكن اديو حد فهمتي. حيتاش الكاميرا ما استهزها في يدك ولا تصور راه صعيبه فهمت. هنايا ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يسقسيك فهمت اخوتي. ها هو ديك القهوه فيها غنمشيو، كتبان غير الجهه التحتانيه، الجهه التحتانيه كيسميوها كلوب. كلوب اللي كيعرفو راه كيعرفو، والجهه الفوقانيه فيها المطعم والقهوه. حنا كنمشيو للجهه الفوقانيه وصحاب الجهه التحتانيه كيمشيو للجهه التحتانيه فهمت. حنا نمشيو نتقهوى
ونكونيكتارو نريحو تما ترانكيلو تفرجو بارتي ضد مدريد مع مالاغا. ويا هذاك والسكة ديال التران غنقطعوها مليان، وهادي كدير لوتورو ترا لوتورو دايزه من الفوقيه، وهادي هنا واحد الرامبوان كتسمى مش كيهبط طريق ناسيونال واحد اللي كطلع على فرنسا. وهنايا كاين بولي بيليغونو ديال الشراب ديك اللعيبات، المهم منطقة صناعية هنايا. وحنا ماشيين اخوتي غنكملو لكم المشهد وتشوفونا كيفاش غنقطعو السكة. وهادي بالنسبة لواحد القضية، كاين الناس كيشوفونا دابا طالعين انداندو كيقولوا هادوم باينه مع كي تشوفونا مغاربه، كيقولوا هادوم كيمشيو لديك الكلوب فهمتي. وحنا دائما هذه الطريق ديالنا، علاش ما كنبغيوش ندوزو من فوقي؟ من فوقي الا حصلونا الناس بوليس دايزين، حصلونا كوارديا سيفيل دايزين بلا تاليكونيس بلا جيليات، يعني عطيونا شي ملطه، يعني جبر، يعني يكون دايز طريق خطر عليك كيقول لك خصك تكون لابس جيلي ومن عليك دوز من تما. عليا كندوزو من هنا على رجلنا، كندوزو من هنا كنمشيو نتقهوى في ديك القهوه اللي، ولكن شي واحد كينواوا كيشوفو كيقول لك هادوم طالعين من الكلوب وكذا فهمتي. المهم اخوتي حنا غير كنقول لكم اللي كاين وصافي، دابا جبرتونا عليه نقطعوا السكه وشوفوا اللي كاين وبقاو معنا اخوتي. كما كتشوفوا الاخوان احنا وصلنا شكون خصك خيسوس، واحد خانا خدام معنا، كان خدام معنا اخوتي راه هو طالع داخل خارج ماشي داخل، لا داخل والله الا داخل اخي، واحد خانا كنعرفوه كان خدام معنا داخل عند اللعيبات. المهم شوفوا ملي كنقطعوا اخوتي ها محمد عنده الطريق محفوظه كيحفظها كيقطع بعينه. هذا موطع فهمتي بيليغرو، ولكن فهمتي خصك تعرف الساعه اللي كيدوز الطرن، كيدوز الطرن كتبقى تصفر الماكينه هنا. وها القهوه اللي وصلنا لها، خلي الويفي ديال صرمغ عليه. ها انتم اخوتي هاد الضو حمارة، هذا هو الضو حمارة من تحت، راه كاين الكلوب اللي كيمشيو للكلوب راه غيعرفو الكلوب شنو هو. وحنا ها المقطع ديالنا فين هو، البلاصه ديالنا دائما كتزبر الكاميونيروس هنايا، هو دين المغرب بالكامبا من الدنمارك، كتقشر في طنجه وكتطلع كنتلاقاو مع المغاربه طالعين بالدلاح من دكال اخوتي، طالعين به الانجليز عرفتي اش غنقول لك، يكون هنا بالليل مستفين كاميونيروس هنا دابا باقي بكري شي حاجه وصافي. وحنا اخوتي وصلنا للقهوه، والمهم غندخلو نتقهوى ونريحو ترانكيلوس هنا، غنجبو الدراري شي دراري هنايا. وهذا ما كان اخوتي القهوه وصلنا له، وحنا عملنا لكم واحد اللايف صغيور قول بلوك باش نشوفو شنو كاين. وحنا وصلنا القهوه حبيب اخوتي، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، يعني عملنا غير هيدا صدفه. وهذا ما كان اخوتي، يلا نخليكم كما كتشوفوا اخوتي حنا في القهوه اموخه هنا غنتفرجوا شي حاجه، نريحو نتقهوى ني شي حاجه، ومن بعد يتك نعودو بحال نعاود ثاني نصور لكم شي منظر. وحنا في القهوه وجالسين ترانكيلو فهمت، والله العظيم كتسمى ما جالسين، ما كنبرزطو حد ما كيبرزطنا حد، القهوه ديالنا وحنا جالس. وانا اخوتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وباقي الجديد ان شاء الله.